في ظاهرة فلكية نادرة هتحصل النهاردة وبكرة من خلال اقتران فلكي ثلاثي متمثل في اقتران القمر والزهرة وقلب العقرب. كمان الظاهرة دي بتتميز ان يقدر نشوفها بالعين المجردة في حالة حدوث اي ضباب او غيوم. عايزين نعرف تفاصيل اكتر حول الاقتران الفلكي الثلاثي، يعني قصة برضو يعني لطيفة جدا، وعايزين نفهم ازاي دي فلكيا او علميا بتحصل. معنا على الهاتف الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. بنرحب بحضرتك، صباح الخير عليك يا دكتور. خير على حضرتك وعلى المشاهدين ان شاء الله، وكل عام وانتم طيبين. حابين نعرف من حضرتك بداية ملامح تلك الظاهرة الفلكية، ازاي نعرفها وهل ممكن نشوفها بالعين المجردة ولا لا؟ هي طبعا هتتشاف بالعين المجردة. بالنسبة للنهاردة خلاص حصلت، لان هي بتحصل فجرا الساعة الخامسة تقريبا بتوقيت مصر. الظاهرة دي طبعا احنا في اواخر الشهر العربي، كل عام وحضراتكم طيبين. احنا 26 جمادى الاخرة، فالقمر طبعا في ظاهرة المحاق، ان شاء الله اول رجب هيبقى السبت القادم، فده وقت مناسب جدا ان احنا نشوف الظواهر الفلكيه، لان القمر ما بيبقاش مضيء جدا. فقبل شروق الشمس بنلاقي اقتران لثلاث حاجات: قمر اللي هو القمر الخاص بالارض، كوكب اللي هو كوكب الزهره اللي هو من اجمل الكواكب اللي موجوده في السماء، وكوكب الزهره يتميز اللي نسميه حتى في مصر نجمه البداري، بيقولوا عليه نجمه لكنه مش نجمه، لان هو بيتلألأ كانه نجمه مضيء جدا. نجمه البداري يعني هو رؤيته بتبقى فيها سطوع اكتر يعني. لا هو حضرتك عشان الزهرة ما بين الأرض والشمس، فإما نشوفه في وقت الشروق يا إما نشوفه في وقت الغروب. في الظاهرة بتاعتنا هنشوف الزهرة وقت الشروق، يعني قبل شروق الشمس بساعتين، وبنلاقي كوكب الزهرة موجود وجنبيه القمر وجنبيه نجم من ألمع نجوم السماء برضه، اللي هو نجم قلب العقرب أو شبيه، هو اسمه أنتارس باللغة الأجنبية، وده أنتارس لأنه شبيه القمر، أو ممكن نقول عليه ضد القمر بس هو شبيه القمر، لأن هو كوكب عملاق قد الشمس حوالي 600 مرة. كتلته قد الشمس 15 مرة، فنجم عملاق جدا، رغم إن هو بيبعد عننا 600 سنة ضوئية، لكن هو من ألمع نجوم السماء، تقريبا نجم 15 الموجود في السماء، ولونه أحمر. بنلاقي الزهرة لونه أبيض وجميل وبيتلألأ، لأن هو الزهرة قريب من الأرض. وبنلاقي النجم ده نجم عملاق واحمر. طبعا القمر والزهره والنجم اللامع ده هيتشافوا بالعين المجرده، لكن لو معانا تلسكوب صغير نقدر نشوف النجم اللي بيلف حوالين انتارس، لان هو بيبقى مش نجم واحد، بيبقى عباره عن نجمين، بشوف واحد بالعين المجرده بشوف الثاني باستخدام المنظار. طيب الظاهره دي بتيجي مره واحده في العام ولا ليها مواعيد متفاوته، خصوصا ان احنا على غير العاده دايما بنقول لما يبقى السماء ساطعه وضوء القمر قوي بنقدر نشوف الشهب المختلفه، لكن المره دي حضرتك بتقول ان ده بيظهر مع الضباب. هو العكس حضرتك، لما بيبقى القمر مختفي او القمر مش بدر بقدر اشوف الظواهر الفلكيه احسن. لكن ده مش مع الضباب، هو مع قبل شروق الشمس. اوكي. فقبل شروق الشمس القمر بيتشاف. حضرتك لو بصيت دلوقتي ناحيه الجنوب الشرقي هتلاقي القمر موجود في السماء. لان القمر في اخر الشهر العربي تقريبا بيشرق مع الشمس او قبلها بحاجه بسيطه، وبيغرب مع الشمس. لغايه اول الشهر العربي لما بيجي يغرب بعد الشمس بيبقى ده بدايه الشهر العربي الجديد. فالظاهره دي هتتشاف حضرتك، حتى لو في ضباب خفيف هتتشاف، لان هي كوكب وقمر ونجم، والثلاث حاجات دول ما لهمش علاقه ببعض، هم ثلاث اجسام بعاد عن بعض. النجم قلب العقرب على بعد 600 سنه ضوئيه، الزهره ما فيش دقيقه ضوئيه بيننا وبينها، والقمر برضو نفس النظام، فما فيش علاقه فيزيائيه بينهم وبين بعض. بس بيحصل ان في اليوم ده بتحصل اقترانات، الاقترانات كتيره مش قليله، بس مش شرط انه الثلاثه يبقوا مع بعض. طب الاقترانات دي يا دكتور اشرف، يعني عايزين نعرف من حضرتك التفسير والدلاله العلميه كمان، الاقترانات دي بتحصل يعني بشكل متتالي بنشوفه في اوقات مختلفه او متفاوته من العام، ولا هي ظاهره بتحصل مره واحده في السنه؟ لا حضرتك بتحصل، ممكن تحصل مره واحده في السنه لو الثلاثه دول نفس الثلاثه دول، لكن الاقترانات بتحصل كل يوم. كل يوم هلاقي كوكب جنب القمر، هلاقي مجموعه نجميه جنب القمر، هلاقي الاقترانات دي عباره عن اجسام بتلف، كل واحد بيلف في المدار بتاعه، فباجي الاقي النهارده البهاء الاثنين دول جنب بعض فبسميه اقتران، لكن ما لهمش علاقه فيزيائيه بينهم وبين بعض. الاقتران زي حضرتك كده ما ماشي في الشارع بتقابل صديق ليك
فانت قابلته دلوقتي بالصدفه، هي نفس النظام قابله بعضه بالصدفه. احنا بنحسبها بالحسابات وبنعرف ان الظاهره دي هتحصل بس وبالصدفه برضه، بس احنا عارفين ان ده ليه مدار ثابت وده ليه مدار ثابت وده ليه حركه ثابته وده ليه حركه ثابته، فبقدر اعرف جنبي وحاجه على بعد 600 سنه ضوئيه عن الضوء محتاج يمشي بسرعه 300,000 كيلو متر لمده 600 سنه عشان يوصل له. فهي الاقترانات دي عباره عن صدفه. لو هم بقى ماشيين مع بعض بنسميها مجموعه نجميه زي مجموعه العقرب، مجموعه العقرب شويه نجوم ماشيين مع بعض على طول، كل يوم بلاقيهم كل النجوم دي ماشيين مع بعض، او الدب الاكبر او الدب الاصغر. ده الفرق ما بين الاقتران وما بين المجموعات النجميه، المجموعات النجميه فيزيائيا متصلين مع بعض وماشيين مع بعض. طيب دكتور، شهر رجب يعني فلكيا يوم السبت المقبل ان شاء الله، ده معناه هل ممكن نتنبأ امتى هيبدا شهر رمضان فلكيا؟ مش بنتنبأ حضرتك، هي الارض لها حركه ثابته والقمر ليه حركه ثابته، فان شاء الله فلكيا رمضان كل عام وانتم طيبين يوم 11 مارس، يوم الاثنين 11 مارس ان شاء الله، ده فلكيا. طبعا بنستنى دار الافتاء لما احنا كل شهر بنستطلع هلال الشهر الجديد مع دار الافتاء وبنتاكد من صحه الحسابات الفلكيه، طبعا هي صحيحه بس برضه لازم ناكد للعامه وللدار الافتاء وللعالم كله ان الحسابات مظبوطه، فان شاء الله لما بنتبين من ميلاد الشهر الجديد في رمضان دار الافتاء بتعلن عن طريق الحسابات الفلكيه وبالرؤيه الشرعيه بدايه شهر رمضان، لكن فلكيا بالنسبه للعالم كله 11 مارس ان شاء الله. 11 مارس. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه، شكرا جزيلا.